اذا القينا نظره على ايات الشفاعه في القران الكريم يمكن ان نصنفها الى اربع طوائف دققوا في هذه الطوائف الطائفه الاولى هي الطائفه التي تنفي الشفاعه بقول مطلق كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه يوم القيامة ماكو شفاعة بالدنيا اكو شفاعة الشفاعة تجي وتخرج المجرم من السجن ولكن يوم القيامة ماكو شفاعة والكافرون هم هم الظالمون الطائفة الثانية هي الطائفة التي تقول ان الشفاعه بيد الله وحده هنالك شفاعه ولكن الشفاعه محصوره بيدي الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول قل لله الشفاعه جميعا في ايه اخرى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الطائفة الثالثة: الآيات التي تقول إن هنالك شفعاء ولكن بعد إذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن في آية أخرى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الطائفة الرابعة هي الطائفة التي تثبت الشفاعة ضمن شروط موضوعية معينة. الله تعالى يقول: "ولا يشفعون إلا لمن ارتضى". وفي آية أخرى، الله تعالى يقول: "وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا". لعل الايه تتناول قضيه الشفاعه هذه طوائف اربعه